بسم الله الرحمن الرحيم. زهراء إيمان بندريس، اختصاصية أطفال بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة. في نفس الوقت أنا نائبة رئيسة جمعية الثريا لأطفال السكري. دونك هذه الجمعية هذه أسسناها لتتبع أطفال السكري باش أننا نراقب لهم ليكيليبر غليسيميك ديالهم، نراقب لهم السكري ديالهم، أننا السكري ديالهم يكون مراقب ومنتظم، نسيروهم في النظام الغذائي ديالهم حقاش الأطفال السكري عندهم نظام غذائي خاص، وننميو لهم الكفاءات والمهارات المعرفية ديالهم. دونك هاد اليوم حنا كنجتمعوا كل اخر اربعاء من كل شهر باش كنشوفوا هاد الاطفال هادو. هاد اليوم هذا شرفنا السيد عامل اقليم تازة بالحضور ديالو، وخصنا ندوز معنا هاد الصبحيه ديال هاد يوم الاربعاء. كنتقدموا له باحر كلمات الشكر للدعم ديالو للجمعيه ديالنا والاطفال السكري، حيث انهم خصونا واحد المبلغ مالي في اطار مبادره التنميه البشريه، المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، باش اننا قدينا نوفروا لي زيكزامان ديال الخزان ديال السكري لهاد الاطفال ديال السكري. كنشكروا كذلك مندوبيه الصحه ومديريه التعليم اللي رافقونا حتى هما في هاد اليوم هذا. كنتقدموا بالشكر لجميع اطفال مرضى السكري ولجميع اعضاء الجمعيه.